احنا مش هنستعجل. طب ايه الموضوع؟ اصبر يا امي بالله عليك، الاعراض اللي انا قلت ذكرتها دلوقتي تمام اذكرها ليها. الاعراض دي موجوده عند بنتك يا امي؟ لا الاعراض دي مش موجوده يا شيخ يوسف. طيب طيب يا امي البنت بتصلي؟ ايوه بتصلي البنت، ده بتقيم الليل كمان يا شيخ يوسف بسم الله ما شاء الله، ده بتحفظ قران بتحفظ قران كمان ومعمول لها عمل يا امي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. فعلى قناة اعرف دينك بفضل الله جل وعلا نحن اليوم نتكلم عن سحر خطير ونوع خطير من أنواع السحر، ألا وهو سحر التعطيل. سحر التعطيل انتشر كثيرا بين الفتيات. بنت مثلا تلاقيها عندها 28 ولا 30 سنة بسبب سحر التعطيل وما اتخطبتش. بسبب ايه؟ قد يكون بسبب ان واحد راح يخطبها وهي ما رضتش. فطبعا ازاي اجي اخطبك وانت ما ترضيش؟ يروح يعمل لها سحر تعطيل. يعني ايه سحر تعطيل؟ يعني السحر وقف حال عن الزواج، يعني لا تتزوج. طب وبعدين سبحان الله، لو كان رايح يتزوجها كان رايح يتزوجها، وبعد كده هو بنفسه اللي عمل لها سحر ما تتزوجش خالص، ينقلب الحب في لحظة الى بغض وكره، سبحان الله. طيب اي بنت يا جماعة وصلت سن 28 مثلا او 30 او 35 ولم تتزوج، احنا في الوقت ده هل نقدر ان احنا نحكم عليها بان عندها سحر تعطيل ولا لا؟ الامر يحتاج الى تفصيل. يعني ايه يحتاج الى تفصيل؟ هنقول للبنت الاول يا بنتي في شوية اعراض، لو الاعراض دي موجودة عندك يبقى احنا نقدر نحكم ان عندك سحر فعلا. الاعراض دي لو مش موجودة عندك يبقى انت تسكتي كده وتهدي، وده قسمة ونصيب من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ ايه هي الاعراض اللي نقدر نحكم بيها للبنت ان فعلا عندها سحر تعطيل؟ اول حاجة ان البنت تكون بتحلم بتعابين او كلاب او قطط، ده اول شيء. تاني حاجة ان معدتها تكون بتوجعها بصفة دائمة او بصفة مستمرة. تالت حاجة ان ايديها او رجليها تكون بتنمل تنميل احد الاطراف. رابع حاجة ان هي تشوف خيالات وهي في حالة الاستيقاظ، مش في النوم لا، وهي صحية مستيقظة كده تشوف حاجات بتمشي قدامها. الاربع حاجات دول يا جماعة من الاساسيات. لو فعلا الحاجات دي موجودة عندها يبقى في الوقت ده نقدر نقول ان فعلا ممكن يكون عندها سحر تعطيل، وفي الوقت ده تحتاج الى ان ترقي نفسها بنفسها، وان لم تستطع والامر كان صعبا ان تذهب الى معالج يعالج بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ تروح لراقي بيعالج بالقرآن. تمام؟ في الوقت ده يبقى الاعراض دي لو موجودة يبقى نقول ايه؟ يبقى نقول عندها سحر تعطيل. سبحان الله، تلاقي الام بقى بتتصل علينا، يا شيخ يوسف يا نعم يا امي انا بنتي ما حدش بيجي لها. طب بنتك عندها كم سنة يا امي؟ بنتي عندها 28 سنة. طب ما حدش بيجي لها خالص؟ اللي بيجي بيمشي، يعني بيجي واحد والخطوبة ما بتكملش وما بتتمش، وبيجي اتنين وعشرة الخطوبة ما بتتمش وما بتكملش. بنتي كده يا شيخ يوسف؟ انا 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 متأكدة. هي على طول كده بتقول انا متأكدة، مش انا شكة، لا انا متأكدة ان بنتي معمول لها عمل. يا امي اصبري عليا بالله عليكي، احنا مش هنستعجل واي حاجة هنقول عندها سحر كده وخلاص، احنا مش هنستعجل. طب ايه الموضوع؟ اصبري يا امي بالله عليكي، الاعراض اللي انا ذكرتها دلوقتي تمام اذكرها ليها. الاعراض دي موجودة عند بنتك يا امي؟ لا الاعراض دي مش موجودة يا شيخ يوسف. طيب طيب يا امي البنت بتصلي؟ ايوه بتصلي البنت، ده بتقيم الليل كمان يا شيخ يوسف بسم الله ما شاء الله، ده بتحفظ قران كمان
ومعمول لها عمل يا امي، معمول لها عمل يعني معمول لها سحر. ايوه معمول لها. طب انا بقول لك يا امي بنتك ما عندهاش حاجه. لا 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 كده بقى، لا كده عيب يا شيخ يوسف. عيب ازاي يعني؟ يعني ايه اللي عيب في كده؟ يعني انت عايزه بنتك يكون عندها سحر عشان ترتاحي؟ عايزه الشيخ يقول لك ان بنتك عندها سحر وترتاحي وتروح للناس تدفعي فلوس وتلف وتجري ببنتك وخلاص؟ ولا احنا بيبقى بيقول لك الحقيقه مفيش اعراض وبنتك عاديه جدا وبسم الله ما شاء الله بتصلي وبتصوم وبتقوم الليل وبتقرا قران وبتحفظ قران؟ نقول لك عندها سحر تعطيل ازاي يا امي؟ ازاي تسيبي الشيخ يوسف خالص؟ اركن بقى كده يا شيخ، انت ما انتش عارف حاجه. نتصل بواحد تاني شفناه على النت مكتوب عالم روحاني او شيخ روحاني. ايوه يا شيخ، ايوه يا حاج، تمام والله انا بنتي عندها سحر. طب بنتك اسمها ايه يا حاج؟ بنتي اسمها فاتن. طب انت اسمك ايه يا حاج؟ اسمي منى. يعني فاتن بنت منى؟ طب تمام ثواني يا ام. ايه بس يا ابن، ايه بنتك معمول لها عمل ومدفون في المقابر؟ يا خبر، ايوه كده يا شيخ، ايوه كده. هو انت كده اللي هتجيب الخلاص؟ سبحان الله، يعني انت كده خلاص ارتحت يا حاجه؟ ارتاحي بقى، ارتحتي كده خلاص، ارتاحي كده تمام خلاص. طيب ابعتي لي بقى صوره بنتك يا حاج. يا نهار ابيض، بس كده؟ حاضر، يلا بسرعه بسرعه الصوره يا بنت. ابعت الايه والصوره في لحظه لمين؟ لواحد دجال نصاب، يا ولا تعرفه ولا شافته ولا تعرف مكانه، ياخد الصوره يتفرج عليها ويبعتها لاصحاب وينزلها على النت، تمام؟ بل ممكن هو اللي يعمل لها عمل، تمام؟ وابعت يا امي 2000 ولا ابعت يا حاج 2000 ولا 3000. ليه؟ عالج بنتك وبسرعه، فودافون كاش، يلا يلا يلا، تمام؟ وفعلا يبعت، وده اللي بيحصل، وبنت ما فيش اي حاجه ولا عندها اي حاجه في اي حاجه. يا حاجه، حاجه بالله عليك، بالله عليك، والله بتصعبوا علي، والله العظيم بتصعبوا علي. بنتك ما عندهاش حاجه، تحمد ربنا وتسكتي وترضينا بقسمة الله سبحانه وتعالى وبالنصيب، خلاص؟ عايزين تتأكد الأعراض دي مش موجودة عندها، تعرض على راقي شرعي يعالج بالقرآن، راجل ثقة مشهور بين الناس بالأمانة والصلاح والتقى. ما تتعامليش مع حد ما تعرفوش، روحي مكانه ويقرأ على بنتك كده. قال لك بنتك ما فيهاش، خلاص يبقى ما فيهاش. عندها الأعراض يبقى عندها سحر تعطيل، والعلاج الشيخ يعالجها إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه أن يشفيكم من أمراضكم وأن يخفف عنكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.